حضرتك بعت لي؟ اه يا ادم عايزك تعال اقعد اتفضل. شكلك كده صرفت نظر عن موضوع الاستقاله. يعني كان عندي حبه مشاكل واتحلت الحمد لله. على فكره انا واخد بالي من الاسهم اللي انت شغال عليها. يا فندم وانا بعتي مش ماشيه كويس ولا ايه؟ لا انا ما جبتش سيره مبيعاتك كويسه ولا وحشه. انا بس كنت عايز اعرف بتعمل ايه لما يجي العميل يقول لك اشتري لي سهم انت شايفه من وجهه نظرك ان هو حرام مثلا؟ حضرتك عارف العمر عندنا هم اللي بيختاروا في الاخر. ايوه من بعد ما ياخد نصيحتك. ما دي شغلتنا اصلا. انت بقى بتعمل ايه؟ بتخوفه من الاسهم اللي مش عاجبك؟ بتقول انها خسرانه؟ وده ما اعتبرش كذب بقى يا شيخ ادم. انا كنت زي كده بالظبط. في اسهم ما بحبش اشتغل عليها. بس كنت بصارح العميل، ما بكذبش عليه ابدا. انت متسرع عايز تنجح بسرعه وعايز تتجوز بسرعه وتتدين بسرعه، بس كده هتقع بسرعه خلي بالك. متشكر جدا على سوء ظن حضرتك. انت عندك حسن ظني دايما يا ادم وانت عارف كده كويس، انت حد طيب وكويس وده اللي مصبرني على نقص خبرتك. هقدر امشي دلوقتي؟ لا عايزك. انت فاكر الجارد اللي احنا كنا بنشتغل فيه من فتره؟ اه. انا ساعتها قلت للموظفين ان كل الدنيا تمام، مش الدنيا مش تمام ولا حاجه. يا فندم في ايه بالظبط؟ في واحد مستذكي نفسه وبيلعب في حسابات العملاء، انا ما اعرفش هو مين، بس عارف هو بيعمل ايه بالظبط وهتجيبه. هو بيعمل ايه بالظبط يا فندم؟ بيبيع ويشتري في حسابات العملاء ويحط المكسب في حسابات بنكيه باسماء ناس مجهولين. وحضرتك ما فيش اي وسيله ثانيه توصلنا ليه؟ باشا ذكي مش بيضارب في العملاء بتوعه بس، ده بيضارب في العملاء بتوعك انت شخصيا وعمر عصام وغيرهم وغيرهم وغيرهم. بس حضرتك يا فندم ما عرفتش هو مين؟ والله عندي شكوك. على فكره يا فندم انا اكيد عمري ما هفكر اعمل. لا 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 الشكوك مش عندك انت خالص يا ادم، انت عارف انا بثق فيك قد ايه. انا حضرتك بتكلمني ليه دلوقتي؟ يعني عايزك تدور كده وتحاول تجيبه. حضرتك ما عرفتش توصل له، انا اللي هوصل له؟ انا مش فاضيله يا ادم، انا لو فاضيله هجيبه في 3 ايام. شوف انا عاوزك تنزل الحسابات، بحضر لك الحسابات اللي فيها لعب. يعني راجعها كده براحتك ورد عليها في خلال اسبوع. تمام استاذن. اتفضل. ابليس الغرور الخداع عمال يصنع في طريق بديل للتدين، تدين مغلوط خالص. بعد ما يخلي الانسان يبدا يسمع لمرجعيات اي كلام، ناس بيتكلموا في الدين وممنوع اصلا هم يتكلموا ومش فاهمين هم بيقولوا ايه، وشيوخ جوجل ومش عارف ايه والحاجات دي كلها، بيبتدي ان هو ينشئ حالة من التدين الظاهري بس. هو بيحب ينزع الشيء دايما عن أصله، يحب يغير طبيعة الأشياء، يحب يخلي الشيء من غير جوهر، ظاهر من غير باطن، زي ما بيعمل في الدنيا يخلي الناس تعيش للدنيا من غير الآخرة. مع أنه المفروض يبقى في دنيا وآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، دايما ده المبدأ بتاعنا المفروض. لا يخلي الناس مؤمنين بالآخرة لكن عايشين للدنيا بس. نفس الشيء في التدين. التدين ممكن يبقى ظاهر من غير باطن، ممكن يبقى صورة من غير حقيقة. وإبليس وأعوانه استغلوا كويس جدا فترة الاستعمار اللي مرينا بيها هنا في المنطقة، لأنه الاستعمار حتى لما بيمشي جيوشا، لو افترضنا أنه مشي يعني كله، بتفضل قيوده موجودة على العقول. الشعوب ممكن تقعد مستعمرة فترة طويلة وتعيش بعقلية انهزامية وتبقى حاسة أنه المستعمر ده هو السيد، اللي بيعمله هو الصح. وابتدينا هنا نقلد الغرب في كل حاجة، في اللبس، في الفكر، في الاقتصاد، في السياسة، أي حاجة بتقول عليها سيد اللي تقول عليه عقلية نظامية معينة. طبعا دي حاجة مهينة، وعلى بال ما فوقنا منها وجات أجيال بعد كده أولاد وأحفاد بدأوا يفوقوا منها، ابتدى ينشأ حركات رد فعل كتيرة بقى، هما اللي لسه في صراع إلى يومنا هذا. من ضمن حركات رد الفعل هنا نوع من أنواع التدين الظاهري اللي بيركز جدا على المظاهر، لأنه بيحس إنه لما بيرجع للمظاهر إحنا كده مش بنقلد. فيها سنة حق، سنة عزة، يا أخي اعتز بهويتك. بس فيها مدخل من مداخل إبليس لتعظيم الظاهر جدا في الدين، مع إنه عمر ما كان الظاهر هو الأصل في الدين. الظاهر مطلوب وشيء بنعمله وبنمر عليه علشان نتحقق بباطن، بجوهر. حلو قوي بقى. إبليس وأعوانه يبتدوا يوجدوا فجوة ما بين المظاهر دي وما بين الحقائق،
الحقائق اللي هي الجوهر، الإخلاص، التقوى، حب الناس، حب الله، الخلق، التواضع، الآخرة أهم من الدنيا، كل شيء يعني اللي نزل الدين من أجله إنه ينظفنا من جوه فندخل الجنة يا رب. لا، دي بتتحول بعد شوية، بتبعد بتبعد بتبعد، وبعد شوية بتبقاش موجودة على الرادار أصلا، مش هي الموضوع. أمال إيه الموضوع؟ المظاهر لذاتها، المظهر للمظهر. ويبتدي الناس اللي بيتبعوا الخطوة دي من خطوات إبليس يعظموا المظاهر الدينية لدرجة إن هي الدين كله. إيه يا أدم؟ في إيه؟ أستاذ مصطفى عارف. عارف إيه؟ عارف إن في حد بيضرب بحسابات العملاء. مين اللي قال لك؟ بعتني عشان أشوف الحسابات وأعرف هو مين. تتوضى يا أدم عشان تصلي؟ آه طبعًا. كده 100 100. وإيه 100 100؟ كانوا هيبعتوا حد يراجع حسابات العملاء ويعرف مين اللي بيضرب في الحسابات. دلوقتي بيتها. هو ده لسه هتكلم؟ طبعًا. طبعا على فكره انا مش هسكت. هتعمل ايه؟ مش عارف بقى. مش عارف يعني ايه؟ ما انت يا اما هتطلع اللي كان بيدرس في حسابات العملاء اللي هو احنا، يا اما هتغطي على الموضوع. مفيش احنا. يا ابو كمال هتصلي معانا ولا ايه؟ انا سبقتكم يا شيخ عصام. يا راجل ده انت شغال. انت عرفت ان ادم هو اللي هيراجع حسابات العملاء السنه دي؟ ايه ده والله؟ مقاليش يعني. اه عصام المفروض ما اعرفش حد. ويا ريت بعد اذنك ما تبلغش اي حد من اعضاء الشركه. هو قال لي انا بس لان انا اعز اصحابي. والصحاب في حاجات ما بيعملوهاش مع بعض. احنا من الصحاب برضه يا ادم؟ ايه؟ بعد اذنكم. هو في ايه؟ لا مفيش. فسيد المظاهر إبليس اللي بيضحك على الناس دايماً ويخدعهم بالمظاهر فقط عامل شغل كتير جداً في الوقت ده، مخلي الناس دايماً بيفكروا في التدين على إنه اختلاف عن الغربي. أي حاجة شكلها غربي تبقى مش تدين، وأي حاجة شكلها مش غربي تبقى هي التدين، وكأن التدين أصلاً عن المظهر، وكأن التدين اتحصر في حاجات بتشوفها العين. فننسى مثلا المعنى بتاع إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى ألوانكم، وفي رواية ولا إلى أموالكم، مش الصورة يعني الجسد كمان هنا، ولا المال ولا اللون، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم، الجوهر. ننسى فكرة الجوهر، ننسى فكرة قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. لسه لازم الإيمان يدخل جوه القلب. ننسى المعاني دي كلها، بنكتفي بأنه معانا مظهر معين وما هوش شكل غربي يبقى أكيد صحيح، لدرجة أن احنا وصلنا نقطة دلوقتي أي حد بيربي لحيته شوية بقى اسمه شيخ، ونسينا المعنى بتاع إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. قد إيه تعظيم الباطن اللي في الدين اللي بيتحقق بيه الإنسان جوه قلبه، اللي طبيعي لازم يكون عمل الظاهر علشان يوصل له. محدش وإحنا بنعظم الباطن في الدين مش بنقول إن الظاهر مش مهم، بنقول الظاهر محطة لازم هنعدي عليها، بس ما توقفش عندها وتفتكر ان المظاهر دي هي الدين. لا، بننسى المعاني دي، ننسى لن ينال الله لحومها ولا دماؤها لما بنذبح في العيد وغيره، ولكن يناله التقوى منكم. ربنا مش هيوصلوا حاجة من اللحم والدم وغيره، لكن التقوى اللي خلتكم تعملوا كده هي دي اللي بتوصل. يعني عمال يفكرنا ربنا ان الظاهر علشان باطن يتحقق جوه القلب. أقم الصلاة ظاهر لذكري عشان تبقى فاكر، ما بنفتكرش بالجسم كده، في حاجة جوانا وعي أساسي جوه الإنسان هو اللي بيتذكر. لا، التدين المغلوط اللي بينشئه إبليس تدين المظاهر فقط ما فيهوش ذكر أصلا، في منظر بس. ممكن يكون حد بيقرأ القرآن الكريم ولا يتجاوز حنجرته ولا يجاوز تراقيهم زي ما جه في الأحاديث الشريفة. بننسى المعاني دي، بننساها لأنه مبرر جدا أسلوب التدين ده. إحنا عايشين في استعمار، في عالم مليان بثقافة معينة، بلبس معين، بطريقة معينة، لازم نغير، لازم نبقى مختلفين تماما عنه. كويس، هي في شوية حق هنا فعلا، هو في حاجة اسمها مونو كولتشر بجد، في ثقافة واحدة استعمارية دلوقتي مبنية على شركات غنية جدا بتحاول تفرض تسويقها وأفكارها على العالم كله، قلبت العالم كله شكل واحد دلوقتي،
بقيت تروح باسم مطعم معين في كل مكان، شركة اتصالات معينة في كل مكان، فنادق معينة في كل مكان، ما بقاش في حتة لتعارفه، حتة أروح بلد تانية أحس بثقافة تانية خالص، كوباية شاي مختلفة صغيرة، مش عارف قاعدة على الأرض، يعني هويات مختلفة وثقافات مختلفة المفروض كشعوب نتعرف على بعض فيها، لا هي كلها ثقافة واحدة غربية بدأت بأوروبا وراحت أمريكا ومنتشرة دلوقتي في كل حتة. صحيح ده قلق معين على الأرض، لكن رد الفعل لهذا القلق المستعمر للثقافة الموحدة دي ليس ثقافة التدين الظاهري. أكيد رد الفعل مش المفروض يكون أنا لابس لبس معين وبتكلم بطريقة معينة ويبقى أنا برضو عربت المسلمين في كل العالم، كلهم شكلهم عربي، كلهم بيلبسوا جلابية معينة، طرحة بشكل معين، كلهم لدرجة أن بقى حاسس أن الإسلام ده بتاع عرب في الآخر، ما فيهوش أي معنى عالمي. ما هو ده رد فعل متطرف لفعل موجود متطرف. لا، ربنا عايزنا نوجد توازن في نفوسنا وقلوبنا، وتوازن ما بين الظاهر وما بين الباطن. اتفضل هنا يا أستاذ آدم. طب ممكن لو سمحت أي مكان تاني؟ زي ما أنت شايف مفيش أي مكان تاني. أنا ممكن أقعد هنا بعد إذنك. ده مكتبي. طب أنا ينفع أخد حساباتي أرجعها فوق في مكتبي وبعدين أجيب لحضرتك الورق؟ للأسف ما ينفعش. ما ينفعش أي ورقة تطلع من هنا بره. اتفضل يا أستاذ آدم. اديني رقم اجمالي لاوامر البيع ورقم تاني لاوامر الشراء. اخصم العموله ولا اضيفها من دلوقتي؟ لا، العموله في الاخر خالص. اشمعنى احنا؟ اشمعنى احنا ايه؟ اشمعنى احنا اللي اخترنا استاذ مصطفى عشان نراجع على الجرد؟ عشان احنا اتنين خريجين تجاره وبنفهم في الحسابات. تلات أرباع اللي في الشركة خريجين تجارة وبيفهموا في الحسابات. أيوة، طب وبعدين؟ مش فاهمة، وده معنى إيه؟ اتنين لسه فاسخين خطوبتهم، صعب أوي يغطوا على أي حد، اتنين مش طايقين بعض أصلاً، هما أحسن اتنين للمهمة دي. مش طايقين بعض؟ هو أنا طبيعي مش طايقاك عشان اللي أنت عملته، بس أنا مغلطتش فيك. بس غلطت في حق نفسك. عشان الحجاب؟ انت ازاي بقيتي كده؟ هو ده كل اللي لفت نظرك؟ شكلي؟ مش مهم من جوه؟ بره مراية جوه. بجد؟ يعني انا دلوقتي فرحانة؟ ربنا يهديكي. على المهم انا دلوقتي بقيت اقرب من ربنا، والقرب من ربنا عمره ما كان بالهدوم. يعني معنى كده نقلع بقى؟ انا ما قلتش نقلع، بس الدين في القلب مش في اللبس. دي جمله الرقصات. الدين اللي انا اعرفه موجود في كل حاجه، في شكلك وفي لبسك وفي اكلك وفي شربك. ادم، هو انت سبتني عشان انا بقيت عامله كده، ولا انت بقيت عامل كده عشان انت سبتني؟ سؤال صعب. صح، انا دلوقتي اتاكدت ان انفصالنا كان صح 100%. الشاب اللي بيبقى غرق في الذنوب في الزمن ده والجرعه زادت عليه شويه فقرر يتدين، فلما تدين بالغلط مشي على طريق التدين الظاهري فقط، بيبقى هيخيش وهو مش واخد باله، بيبقى دخل في طريق معين اخره سد، اخره خنقه، اخره ما فيهوش تزكيه نفس ولا لذه بديله بتيجي بسبب القرب من ربنا، في انتقاد للاخرين، في دايما نظاره بتتلبس بتشوف عيوب الاخرين، في شعور انه العالم حاجه وانا لازم ابقى حاجه تانيه خالص ماليش اي علاقه بيه، في الاول ببقى حاسس اني احسن من غيري، في الاخر ببقى حاسس اني مخنوق قوي وعايز ابقى زي غيري. مشكله كبيره جدا بيحاول يوجدها ابليس واعوانه في الزمن ده بان هم يوجدوا اختلال في التوازن ما بين الظاهر والباطن، ودي بتعمل مشكله اخرى غير انها بتنفر الناس تماما عن الدين، انه رد الفعل بتاع التدين الباطن بس بقى
بتاع اللي بيقوله الدين في القلب، ومفيش بقى شرع شريف وحرام وكده، دي كانت موجودة للإنسان البدائي. خلاص بقى احنا ارتقينا فوق الكلام ده، السكة التانية بقى التطرف الناحية التانية، والكلام ده فعلا بيستفز جدا المتدين ظاهريا فقط، كلام يعني جاي له في الحتة الوحيدة اللي هو بيعملها وبتقول له اصلا هي على بعضها مش مهمة، وتضحياتي وشكلي الجديد وكل اللي انا عامله في نفسي ده، انت بتضيع وقتك، والتطرفين دول بيقعدوا يتخانقوا مع بعض بيضيعوا وقت الأمة، وإبليس وأعوانه بيتفرجوا. لأنه في الآخر هو لازم يضمن أنه لو الإنسان خد القرار الاستراتيجي بتاع أنا قررت أقرب من ربنا أو أتدين، لازم يحصل له حاجة من حاجتين، يا يدخل يتخنق فيطلع وما يرجعش غالبا، يا إما يدخل ويترسخ جوه ويبقى ثابت على نوع تدين مغلوط عجبه حاله الجديد ده، ويبقى هو أداة تنفير لبقية الناس عن الدين. إبليس بيشتغل، عنده خطة وخبرة تراكمية، وقاعد عمال يصنع في تدين بديل لازم في هذا الزمان نكون متنبهين جداً إليه.